السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، كي داير الاحوال؟ نتوما لاباس عليكم؟ واش تحكي واش تقول؟ مبروك العواشر، ومبروك عليكم عيد الحب. راه ما باش تقولها الكل، لان غادي تقولوا انتم اللي في اوروبا، هذه راه ما بقى حب. تعقلوا على هذه الرحمه، عقلوا عليها. هذه هي من زمان، شحال طحنت بها هذه، كانت الجده ديالي تعطيني، كنعطيو هذيك عاشورة وكلشي القمح وكسمتها، شحال طحنت بيها هاذي. شحال من وحدة حوبي قالتلك عندي فقر الدم الحاد؟ حوبي، عندنا حنا فقر الدم وخاصنا نعالجوه وخاصنا ناكلو مزيان، ماشي غيكون عندنا فقر الدم، خاصنا الفواكه الجافة، خاصنا العدس، خاصنا الحمص، خاصنا كاع المواد اللي فيها منفعة. وتاني كنجهزو نوعو، ماشي نطيحو على شكارة بطاطا وشكارة ديال البصلة وكلشي، وعطيه عطيه عطيه صباح وعشية صباح وعشية، وتقول لك حب عندي فقر الدم وراني فاشلة ومقادة وهاملة ومرولة وكلشي فيا. وزيدي دوخي العدو، العدو يبقى يفكر ويجمع الأعشاب وهاد. مين انتي خايتي، خاصكو تاكلو مزيان، الله يشافي جميع المسلمين والمسلمات. احنا راه قلعو لنا هنايا ديك الكمامة في الزنقة وفي القهاوي، راهو منعوه باش ما يبقاش يطلبوا لنا داك الجواز، جواز السفر، هذاك الجواز تاع جواز السفر ما يبقاش يطلبوه لنا الورقه، في لا في القهاوي ولا في الريستورات ولا كسمت بعدا حنا. شوفوا يا ربي قلعوا لنا ثاني، كاين في الاماكن العامه داخليه، بحال الطبيب، بحال محلات ديال التجاره، بحال كلشي، يا ربي قلعوا لنا الكمامه. المدارس تاني كاين راهو قلعوا له، بحال من يكونوا استراحه والله يكونوا تما في الداخل، تاني كاين قلع له بصح المدرسه يديروها، يا ربي بعدا يرجعوا للحاله اللي كنا فيها، يا ربي بعد علينا هذا الوباء. وراه يقول تاني كاين غادي تنوض حرب روسيا واوكرانيا وغير، الله يستر وصافي. وقالوا تاني كاين غادي يبلعوا ديك الفيسبوك وانستغرام والواتساب، تاني كاين قال لك راه غادي يبلعوا، ما نعرف بصح هذه غادي عيان، بصح إلا قالوها العرب قالوها، الأخبار كنجيبوها، هذه أنا غير سمعتها. بصح الحرب راها غادي تنوض، غير الله يهدي ما خلق صدر. نقولو الحرب العالمية الله يبعدها علينا، والله يستر جميع المسلمين والمسلمات فين ما كانوا. هادشي لي كان، ما بقيتو تدخلو، ما بقيتو ديرو لايكات، ما بقيتو عاود تاني كنرو غادي تجود بعد حصلو تاني كل العواشر، ورانا نجمعو العطرية والأبصار. أنا ما جمعت العطرية لا والو، سمعت على الهوال نمشي نشريها ونهني راسي موجوده مطحون. نتوما غادي تطحنوا، وكل مره، مره العيد، مره عيد الفطر، مره شعبان، مره رمضان، ما عرفتش انا كي ندير معاكم، وما بقيتوش تدخلوا. غير درت لكم حوايج نتاع السحر وفك السحر تدخلوا، الا درت لكم على تاني كنا واحد فيه الصدر ولا فيه السن ولا فيه الكحه ولا فيه كسم تاع ما كتدخلوش، يعني مضروبين غير السحر. ميتي ما بقى فيكم ثقه يا العيالات، وتا نتوما الرجال راكم متبعين، شي مره يدخلوا يقول لك لا رانا ما لقيناش نتاع الدم ولا نتاع شي حاجه. كانت وحده مسكينه قالت لك ابراهيم انا ما عنديش الاعشاب، ولكن كي ندير الدون غير في الماء. تقدري ديري يا اختي غير في الماء، الا ما عندكش الله يحسن العون، غادي تشدي الدون ديريه في الكاسرونه وطيبيه، هو يذوب وحده، ما ديري فيه لا ما والو، ديريه في الكاسرونه ايدو، وديري واحد السطر ديال الماء، وديري النية، وتقري سورة الإخلاص ولا المعوذات، وتطفيه تحت، تطفيه ثلاثة ديال المرات. بغيتي ديري جوج مرات في السيمانة، ديري جوج مرات في السيمانة، كل طرطيقة طرطقي ثلاثة، يعني بحال اليوم نطرقو الأولى، الزوجة، الثالثة، تاني كي نقعدو يومين تاني كي نطرقو. وإلا كنتي موكس بتاع ديري نهار واه ونهار لا، واه نهار واه نهار، ساهلة ندون. اللي ما عندهاش الاعشاب الله يحسن العون، ديرها ثاني كي غير في الماء. اللي ما عندهاش الاعشاب ثاني كي الصفيحه ديرها غير في الماء. اللي ما عندهاش الاعشاب ثاني كي الفاس ديرها غير في الماء، لان سر الكوريسان حتى هو كيسلك، واللي كانت عندها الاعشاب احسن. بصح اللي ما عندهاش الاعشاب مسكين والله ما عندهاش باش تشري، الله يحسن العون كسمته، طرطقيه في الماء. انا طرطقته في الماء بلا عشاب، باش نقولها لك انا طرطقته شي مرات بلا عشاب، شي مره كنجي عكزان وكسمته نطرطقه بلا عشاب، ولكن الا كانت الاعشاب احسن كتحيد تجلب هذاك الشيء بسم الله. بصح تقدري يا اختي طرطقيه في الماء،
يا ربي شافي جميع المسلمين والمسلمات، ويا ربي سلكنا من السحر لا حنايا ولا وليداتنا والعين والتابعه وكلش. احنايا عندنا حبي فقر الدم، عندنا هنايا الشعر الصراحه، غادي نطحن لكم هنايا وندير لكم بغرير. عندنا الشعر هو هذا، ها الشعر هو هذا، هذا راه زوين لفقر الدم. ديروا الخبز بالشعر راه زوين، تسلوه وتغسلوه. ديما الحوايج خاصكم انت تبغوا تشريوها بحال الزرع ولا القمح ولا الخرطال ولا كسميتها، خاصك تسقسيو، لان فيها جوج ديال الانواع. كاين اللي يكون فيه الدواء، كيديروا فيه الدواء باش من يغرسوه ما ياكلش النمل وكسميتها داك البعوش وكسميتها داك الكسميت باش ما ياكل. وكاين واحد الزرع اللي ما فيهش، لان بحال نقولوا الزرع فيه جوج، هذا ما فيهش الدواء، هذا راني شريته طبيعي ما فيهش الدواء باش نعطيه الدجاجات، هذا ما فيهش الدواء. وكاين ثاني كاين واحد الزرع واحد اخر كيديروا فيه الدواء على حساب باش من يزرعوا، فهمتوا؟ كاين جوج. ديما من تشري او زريعه البصله ثاني كاين، ديما كي تبغي تشري الزريعه ولا تشري زرع ولا قمح ولا ذره ولا كسمته، خاصك تسقسي واش فيه الدواء ولا ما فيهش فيه الدواء. الا فيه الدواء خاصك ترطبوه وتغسلوه مزيان وتزيدي عليه نقطه ديال الجافين ونقطه ديال الخل، يعني نص معلقه نص معلقه، ديروه وتخليوه يرطب واحد ثلاث سوايع ولا تغسلوه الا كان فيه الدواء باش ما ديروش وتخليوه ينشف ديما. والا شكيتو فيه ديرو معلقه صغيره ديال الخل ومعلقه صغيره ديال الجافيل وخليوه يرطب وغسلوه مزيان، خليوه جوج سوايع ولا ثلاثه ولا النهار كامل، عاد تيني تغسلوه مزيان وخليوه ديروه في الشمس، فهمتوا؟ اولا زريعه الفصه، اولا زريعه البصله، اولا زريعه الجزر، ولا زريعه اللفت، اي حاجه تيقوا فيها، لان يكون فيها الدواء تمشيو ديروها طيبوها خمس دقائق وتاكلوها وتمشيو تموت وتقولوا ابراهيم ما كان عندنا شغل عندو، يعلمك راه كل حاجه فيها جوج اصناف، كاين اللي فيه الدواء وكاين اللي ما فيهش الدواء. حنا عندنا الشعير يعني الزرع، قال لك الزرع تاكل من الشجره، كنقولوا لنا بالعربيه. عندنا هو هذا، حنايا عندنا الزرع وعندنا الفوه، عندنا جوج حوايج. الفوه هي هذيك اللي ما تعرفهاش، هي الفوه، كاين اللي رقيقه وكاين اللي غليظه. الرقيقه هي الزينه، ديما اختاروا الرقيقه هي الزينه لفقر الدم. حنا غادي نجيبو غير جوج عراش ديال الفوه، ها الزينه غير جوج، غادي نجيبو الفوه تاني كاين، ديما غسلوها مزيان وخليوها تنشف. انا راه عندي ما مغسولاش، ديما عشان نغسلها بصح ديما ما مغسولاش، لان ما عنديش فقر الدم. غادي تهزو جوج ديال العواد ها هما ونغسلوهم مزيان، وغادي نشدو معلقه كبيره ديال الشعير يعني ديال الزرع، هاك اللي متعرفش الزرع ها الزرع، راني خايف لا يمشي يتزلعها. الزرع هو والفوة هي هاد، غادي نشدو جوج، غادي نشدو معلقه ديال الفوة ديال الزرع معلقه كبيره، ونشدو واحد الكاسرونه نديرو هادو في الكاسرونه، نقول لكم الكاسرونه غادي نجيبو الكاس ديال الماء، غادي الكاس ديال الماء نخبوه هنايا، نخبوه الفوة ونديرو معلقة ديال الشعير هنايا تاني كنديروها هنايا، ونطيبوه. غادي نطيبوه 20 دقيقة، 20 دقيقة غادي نطيبوه. من نطيبوه غادي نهبطوه، كي نهبطوه نخليوه واحد شوية بيه بالمعلقة نتاع الشعير و داك سميتها الفوة، غادي نخليوه واحد 10 دقائق حتى يبردو كيسميته، غادي نصفيوه ونزيدو معاه شويه ديال الليم، اي واحد شويه غادي تعصري حساب واحد النقطه ديال الليم، وغادي تشربيه في الصباح وفي الظهر وفي الليل، وادعي لي حبي دقه بطل. عندنا كاس ديال الماء، جوج عرق ديال الفوه، معلقه كبيره ديال الشعير، ونديروه هنا ونزيدو عليه الماء ونطيبوه 20 دقيقه، نهبطوه نخليو به هذاك كيسميته باش يطلق كيسميته واحد 10 دقائق ولا، ونصفيهم ونزيدو عليهم نقطه ديال الحامض، حنا نقولو لها الليب وكنقولها الحامض، وغادي تخليه تما
وتشربيه في الصباح وفي الظهر وفي الليل وتعيشي تقبط نفسها خاصك تداومها. هذا ما كنا نديرو في العربية. الشعير راه فيه منفعه كثيره كثيره وغادي نشرح لكم عاد. كنبغيكم ونمد ليكم والله يشافي جميع المسلمين والمسلمات. ها هي الفوق اللي ما كتعرفهاش، والشعير هو هذا الزرع والماء والكسرون. راه باين سهل يا استاكر.